الله الرحمن الرحيم. هنحل أسئلة الدرس الثاني لاختبر نفسك تابع التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. أول حاجة معانا اختبر نفسك على الملف الدائري. بيقول لك هنا اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. حلقتان معدنيتان مختلفتا القطر ومتحدات المركز. لاحظ هنا ان بيقول لك حلقتان يعني ان بتساوي واحد لكل منهما، ومتحدات المركز اللي هو مركز مشترك، موضوعتان في مستوى واحد في نفس المستوى وكما بالشكل. عند مرور تيار كهربي له نفس الشده اي في كل منهما، فان اتجاه محصله كثافه الفيض المغناطيسي عند مركزهما المشترك سي والناشئ عن مرور التيارين يكون في اتجاه. طيب لاحظ هنا ان التيار في الحلقة الداخلية عكس اتجاه التيار في الحلقة الخارجية. التيار في الحلقة الداخلية كده، وبالتالي الفيض ناحية الغرب، وفي الحلقة الخارجية كده يعني الفيض في ناحية الشرق، وبالتالي محصلة كثافة الفيض هتبقى الكبير ناقص الصغير. طيب انهي الكبير؟ انت عارف ان البي الناتج من ملف دائري بتساوي الميو في الاي في الان على الاثنين ار. عندك هنا الاثنين حلقتان يبقى الان متساوي، والاثنين بيمر فيهم نفس التيار يبقى الاي متساوي، موضوعين في نفس الوسط الميو والاثنين دول ثوابت. لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى احنا هنا طالما ان كل دول ثوابت ما عدا الار يبقى البي بتتناسب عكسيا مع الار. طبعا نصف القطر بتاع الحلقة الداخلية أقل من نصف القطر بتاع الحلقة الخارجية، وبالتالي البي داخلي هيبقى أكبر من البي خارجي، وبالتالي محصلة كثافة الفيض هتبقى في اتجاه الفيض بتاع الملف الداخلي أو في اتجاه الغرب، وبالتالي أنت عندك هنا الإجابة هتبقى الغرب. السؤال رقم 2، الشكل المقابل يوضح حلقة معدنية وسلك مستقيم طويل في نفس المستوى. إذا كانت محصلة كثافة الفيض عند مركز الحلقة مساوية للصفر فهي الاختيارات التالية صحيحة. عندك محصلة كثافة الفيض عند مركز الحلقة بتساوي صفر، معنى كده إن الفيض المغناطيسي الناشئ عن السلك في عكس اتجاه الفيض المغناطيسي الناشئ عن الملف أو الحلقة. عندك الفيض المغناطيسي الناتج عن السلك كده للداخل يعني، وبالتالي الفيض المغناطيسي الناتج عن الحلقة هيبقى للخارج، وبالتالي هيبقى التيار كده. نقدر نحدد اتجاه التيار بطريقة تانية. عندك في الجزء المقابل للسلك اللي هو قريب من السلك يعني، لو التيار في عكس اتجاه يبقى انت عندك كده محصلة كثافة الفيض هنا هتبقى الكبير ناقص الصغير، وبالتالي التيار هنا لأعلى يبقى التيار هنا الأسفل. محصلة هنا الكبير ناقص الصغير والاتنين متساويين، فالمحصلة هتبقى بصفر. أعتقد أنت مستوعب الفكرة. وبالتالي هنا حددنا اتجاه التيار في الحلقة. نيجي بعد كده عاوزين نحدد النسبة اي 1 على اي 2. نجيب دي ازاي؟ انا عندي البي 1 بتساوي البي 2. البي 1 كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة سي تساوي الميو في الاي 1 على 2 باي في الدي اللي هو المسافة من هنا لهنا اللي هي 3 ار، بتساوي كثافة الفيض الناتج من الحلقة عند مركز الحلقة ميو في الاي الان بواحد على 2 في نصف القطر اللي هو 2 ار. هتلاقي ان انت عندك الميو بتروح مع الميو، الاثنين بتروح مع الاثنين، والار بيروح مع الار. بعد كده الاي 1 على الاي 2 بتساوي المقام ده على هنا اللي هي باي في 3 اللي هي 3 باي، وبالتالي النسبة دي 3 باي واتجاه التيار عكس دوران عقارب الساعة. السؤال رقم 3، الشكل المقابل يوضح جزء من حلقة معدنية مركزها اكس موضوع في نفس مستواها سلك مستقيم طويل يبعد عن مركز الحلقه مسافه 20 سم. البعد ده ب 20 سم يبقى ده دي. اذا مر تيار شدته اي في السلك كانت شده المجال المغناطيسي عند مركز الحلقه منعدمه، فان بنفس الطريقه اللي احنا حددنا بيها اتجاه التيار هنا انت عندك محصله كثافه الفيض عند مركز الحلقه اللي هو مركز الجزء ده يعني منعدمة، وبالتالي التيار هيبقى في عكس الاتجاه. التيار ده كده وبالتالي التيار ده العكس. أو بطريقة تانية، الفيض الناتج من ده عمود على الصفحة للداخل، فاحنا عايزين الفيض الناتج من ده يبقى عمود على الصفحة للخارج. معتذر على الحتة دي. فأنت عندك التيار هيبقى كده وبالتالي الفيض هيبقى كده.
وبالتالي من الاي للبي. ده اول حاجه. تاني حاجه عايزين نحدد ايه شده التيار دي اللي هي الاي. نعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه فوق. انت عندك هنا الان بتاعتك بثلاث ارباع. ليه؟ لان انت عندك الزاويه دي ب90، يبقى الزاويه اللي بيعملها القوس ده ب270، اللي هي 360 ناقص 360 اللي هي الحلقه الكامله ناقص 90 هيديك 270. بعد كده الان بتاعتك هتساوي الزاويه اللي بيعملها القوس اللي هي 270 على الزاويه بتاعت اللفه الكامله 360، هيطلع معاك 3 على 4 او 75/100 حلقه. واضح جدا ان دي 3 ارباع حلقه. يعني نيجي بعد كده هنساوي كثافه الفيل الناتج من السلك مع كثافه الفيل الناتج من الجزء ده من الحلقه عند النقطه دي. عندك البي سلك بتساوي البي جزء من حلقه، البي بتاعت السلك ميو في الاي اللي ماشي فيها على 2 باي في البعد ده اللي هي 20 سنتي، بيساوي ميو في الاي اللي ماشي فيه الجزء بتاع الحلقه اللي هو 4 في عدد اللفات اللي هي 75/100 على 2 في نصف القطر اللي هو 5 باي سنتي. طبعا احنا هنا خلينا دي ب 20 سنتي وما حولناش، لان دي برضو بالسنتي. لو انت حولت هنا وهنا هيلاشوا بعض. بعد كده هنشيل باي مع الباي، الاتنين مع الاتنين. نيجي بعد كده الميو مع الميو، هنلاقي ان الاي بتساوي 20 في الرقم ده، 20 في 4 في 75/100 على 5. على 5 فايل 1، على 5 فايل 4، 4 في 4 ب 16، في 75/100 ب 12 امبير. يبقى انت عندك 12 امبير ومن الاي للبي. السؤال رقم 4، الشكل المقابل يمثل حلقة يمر فيها تيار كهربي يدخل من النقطة A ويخرج من النقطة B، بيدخل من النقطة A وبيخرج من النقطة B، فإن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الحلقة تساوي صفر. أي شكل منتظم لو أنت عندك التيار بيدخل من عند نقطة وبيطلع من نقطة تانية، فأنت عندك محصلة كثافة الفيض عند مركز الشكل هتساوي صفر. ليه؟ لأن أنت عندك مثلا الجزء ده هنسميه R1، المقاومة بتاعت الجزء ده بR1 والمقاومة بتاعت الجزء ده بR2، وأنت عندك ده شكل منتظم حلقة، فأنت عندك هتلاقي إن الR1 على الR2 بتساوي R1 على الR2 بتساوي ال L2 ال L1 على ال L2، تعرف إن ال R بيتناسب مع ال L، L1 على ال L2. وانت عارف ان التيار بيتوزع بنسبة عكسية. يعني ايه بنسبة عكسية؟ يعني الاي بيتناسب عكسيا مع الار، اللي هو بيتناسب عكسيا مع ال. فانت عندك هنا ده هيساوي الاي 2 على الاي 1. نيجي بعد كده كثافة الفيض الناتج من ده هنا البي 1 على كثافة الفيض الناتج من ده اللي هي البي 2 بتساوي الميو والاتنين باي ثوابت. عندك الاي مختلف ولكن نصف القطر ثابت، الاي والان مختلف ولكن نصف القطر ثابت، وبالتالي انت عندك هنا هيبقى اي 1 ان 1 على اي 2 ان 2. طيب الان 1 على ان 2 بتساوي ايه؟ ان 1 على ان 2 احنا عارفين ان طول القوس على المحيط بتاع الدايره بيديك الان، وبالتالي الان 1 بتساوي ال L1 على ده كله اللي هي 2 باي ار، وال N2 بتساوي L2 على 2 باي ار. فانت عندك ال N1 على N2 بتساوي ال L1 على L2. تعال نعوض هنا كده، I1 على I2، I1 على I2 بتساوي L2 على L1، N1 على N2 بتساوي L1 على L2. هتلاقي ان ده بيروح مع ده هيديك واحد، معنى كده ان البي 1 بتساوي البي 2. كثافه الفيض الناتج من الجزء ده من الحلقه بتساوي كثافه الفيض الناتج من الجزء ده من الحلقه عند النقطه دي عند مركز الايه الحلقه. وعندك التيار هنا كده والتيار هنا كده، التيار بيتوزع عليهم، وبالتالي الفيض الناتج من ده هيبقى للداخل والفيض الناتج من ده هيبقى للخارج، وبالتالي الاثنين متساويين
متساويين وفي نفس في عكس الاتجاه، وبالتالي المحصله هتديك صفر. اي شكل منتظم هتلاقي نفس الوضع. فاعتذر لو انت الحاجات اللي انا عملتها دي كلها ما فهمتهاش، تعال نعيدها تاني بشكل تاني. هناخد شكل تاني زي المربع مثلا. لو انت عندك التيار بيدخل مثلا من هنا وبيطلع من هنا، حصيلة كثافة الفيض عند النقطة دي هتساوي ايه؟ انت عندك في تيار هنا هنسميه I1 وتيار هنا هنسميه I2. طبعا I1 على I2 بتساوي تناسب عكسي بتساوي R2 على R1 بيساوي الR بتناسب مع ال. ايه علاقة ال2 بال1؟ ده تلت ده، وبالتالي هيبقى 1/3 اللي هو R2 على R1 بتساوي L2 على L1. نيجي بعد كده البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي. كثافة الفيض الناتج من ده بتساوي ايه؟ كثافة الفيض الناتج من ده اللي هي هنسميها B11 اللي هو ده لوحده وده لوحده وده لوحده، بتساوي الميو في الاي1 على 2 باي البعد ده بيساوي البعد ده بيساوي البعد ده بيساوي البعد ده على الدي. هتلاقي هنا ان البي بتتناسب مع الاي، وعندك كثافه الفيض الناتج من ده للداخل، كثافه الفيض الناتج من ده للداخل، كثافه الفيض الناتج من ده للداخل، كثافه الفيض الناتج من ده للخارج، وبالتالي ده وده وده هيبقى 3 بي 1 1 في نفس الاتجاه، وده لوحده اللي هو بي 2. 3 بي 1 1 على بي 2 بتساوي ايه؟ الثلاثه زي ما هي، بي 1 1 هتحسب I1 وعلى البي 2 هتبقى هنا I2، فده هيساوي الاي 1 على الاي 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 1/3 هيديك 1. معنى كده ان كثافه الفيض الناتج من ده زائد ده زائد ده بيساوي كثافه الفيض الناتج من ده عند النقطه دي وفي عكس الاتجاه، وبالتالي المحصله بصفر. طبعا انا هنا راسم مربع، لو ده مستطيل كان هيديك نفس الحاجه. اي شكل منتظم التيار بيدخل من وجه او من نقطه وبيطلع من نقطه ثانيه، محصله كثافه الفيض عند المركز المشترك بتساوي صفر. فهنا نفس الوضع، انت عندك هنا التيار ده هيتوزع هنا وهنا بالتساوي، هيبقى اي على الاثنين وهنا اي على الاثنين. كثافه الفيض الناتج من ده عند النقطه دي لو فرضنا ان هو بي والاتجاه بتاعه هيبقى للداخل، كثافة الفيض الناتج من نصف الدائرة ده هيبقى للخارج وبرضه بي، لأن التيار هنا بيساوي التيار هنا ونصف القطر نصف القطر، وعدد اللفات عدد اللفات اللي هو ان على الاتنين يعني سوري 1/2 اللي هي نص، فده هيبقى للخارج، وبالتالي المحصلة هنا هتبقى بصفر. أعتقد إن هي مفيهاش مشكلة. ندخل على الملف اللولبي ثلاث اسئله. بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. ملف لولبي منتظم مقاومته ار طوله ال، قسمه الى جزئين طول الاول ال على الثلاثه وطول الثاني 2/3 ال، ثم وصل كل منهما ببطاريه متماثله مماثله كما بالشكل المقابل، فتكون النسبه بين كثافه الفيض المغناطيسي عند منتصف كل ملف على محوره B1 على B2. طيب اجيب دي ازاي؟ طبعا انت عندك لو ملف لولبي، ملف اللولبي ده ال N بتاعته اللي هي ال N سمول بتساوي عدد اللفات على الطول، عدد اللفات في وحدة الأطوال. لو انت قسمت الملف ده لنصفين فال N دي مش هتتغير، عندك هنا هيبقى نص عدد اللفات ونص الطول ونص عدد اللفات ونص الطول. نفس الفكرة لو انت قسمته لتلتين وتلت فال N سمول مش هتتغير، عدد اللفات في وحدة الأطوال. طيب احنا عارفين ان البي بتساوي الميو في الاي في ال N سمول، قلنا ان ال N سمول هنا وهنا متساويين والميو ثابتة، وبالتالي البي بيتناسب مع الاي. طيب الاي بيساوي ايه؟ انت عندك هنا القوة الدافعة ملهاش مقاومة داخلية، وبالتالي الاي على طول بتساوي الفي بي على المقاومة بتاعت جزء الملف اللي هي الار.
طيب المقاومة بتاعت جزء الملف بتتناسب مع طول الملف اللي هو طول السلك المصنوع من الملف أقصد يعني. طيب طول الجزء المصنوع من الملف، انت عندك هنا 2 على 3 ال وهنا ال على 3، وبالتالي الطول بتاع السلك المصنوع منه الملف هنا او جزء الملف ده هيبقى ضعف الطول المصنوع منه جزء الملف ده. هنسمي ده مثلا او هنا ال، ده ال 1 وده ال 2. انت عندك هنا ال 2 بتساوي 2 ال 1، وبالتالي انت عندك هنا الاي بيتناسب عكسيا مع الار، وعندك الار بيتناسب مع ال، يبقى الاي بيتناسب عكسيا مع ال، وعندك البي بتتناسب مع الار، يبقى انت عندك البي بتتناسب مع الاي والاي بيتناسب عكسيا مع الار والار بيتناسب تلدان مع ال، يبقى البي بتتناسب عكسيا مع ال. معنى كده ان البي 1 على البي 2 بتساوي ال ال 2 على ال 1. ال ال 2 بكام؟ ب 2 ال على 3. طبعا 2 ال على 3 وال على 3 ده ضعف ده، وبالتالي ال 2 على ال 1 هيساوي 2 بس. وبالتالي انت عندك كثافة الفيض عند اي نقطة عند محور الملف ده ضعف كثافة الفيض عند اي نقطة على محور الملف ده. يبقى تاني انت عندك ال n ثابتة، ال b بتتناسب مع الاي، الاي لان انت عندك هنا ال في بي ثابتة في الحالتين ومفيش مقاومة داخلية، يبقى الاي بيتناسب عكسيا مع الار، الار بيتناسب طرديا مع ال. عندك طول ده ضعف طول ده، ومن العلاقة دي طلع عندنا ان البي بتتناسب عكسيا مع ال، يبقى البي 1 على البي 2 بتساوي ال 2 على ال 1، ال ال 2 ضعف ال ال 1، يبقى البي 1 على البي 2 بتساوي 2 الى 1. رقم 2، ملف دائري نصف قطره ار عدد لفاته ان يمر به تيار شدته اي ينشا عنه عند المركز فيض مغناطيسي كثافته بي، اذا ابعدت لفاته عن بعضها بانتظام حتى اصبح ملفا لولبيا، فان طول الملف اللولبي اللازم لجعل كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة عند منتصف طوله تقع على محوره هي بي على 2 يساوي. طبعا السؤال ده مش محتاج، احنا قلنا لو احنا عندنا ملف دائري البي عند مركزه بتساوي الميو في الاي في الان على 2 ار، حولته لملف لولبي بان انت ابعدت اللفات عن بعضها بانتظام الان مش هتتغير، وعندك الميو مش هتتغير، لو انت مشيت في نفس التيار فالاي مش هتتغير، وانت عارف ان البي عند نقطة عند مركز الملف اللولبي محور الملف اللولبي بتساوي الميو في الاي في الان على ال. فانت عندك لو مررت في نفس التيار فدول ودول ثوابت، وبالتالي عندك البي بتاعت اللولبي على البي بتاعت الدائري، بي لولبي على بي دائري بتساوي الاتنين ار على ال، ده على ده بيساوي ده على ده، ده هيروح مع ده فده هيفضل في المقام وده هيطلع للبسط. او لو انت عايز تعملها بالخطوات بي 2 على بي 1 بيساوي ده على ده، قلنا ده هيروح وده هيروح، هتفضل واحد على ال، العلى هتتحول ل في وتشقلب ده، فده لما يتشقلب خلاص ده راح، هيتفضل عندك 2 ار في البسط. المهم هو بيقول لك هنا ان البي لولبي بتساوي بي على الاتنين والبي دائري بتساوي بي، لما تقسم ده على ده هيديك نص، بي هتروح مع البي وهتفضل نص. نصف القطر زي ما هو 2 ار وادي ال ال، وبالتالي عندك ال ال بتساوي 2 في 2 ب 4 ار. السؤال رقم 3، في الشكل المقابل ملف لولبي يمر به تيار 10 امبير طوله وعدد لفاته، سلط عليه مجال مغناطيسي موازي لمحوره واتجاهه نحو الشرق. عندك في مجال مغناطيسي خارجي موازي لمحوره واتجاهه نحو الشرق، وكثافته سماها بي 1، فتكون محصلة كثافة الفيض عند نقطة عند منتصف طول الملف تقع على محوره. عايزين محصلة كثافة الفيض هنا. أول حاجة هنحدد اتجاه الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور التيار في الملف اللولبي. عندك التيار في الملف اللولبي كده، وبالتالي الفيض في اتجاه الشرق اللي هو في نفس اتجاه الفيض الخارجي، وبالتالي محصلة كثافة الفيض هنا هنسمي ده بي، ده بي 1 يبقى ده بي 2، يبقى محصلة كثافة الفيض هنا هتبقى بي 1 زائد البي 2.
البي 1 هو البي الخارجي اللي هو 4 من 100 زائد. البي 2 عبارة عن الميو في الاي في الان على الال. الميو بكام؟ ما تكلمش عن الميو، عطالك 4 باي في 10 سالب 7 في الاي اللي ماشي 10 امبير في الان ب10 اس 3، كل ده مقسوم على الطول بتاعك اللي هو 22/70. انت عندك الباي ب22/7، 22/7 22/70 هيروحوا مع بعض، هيتفضل هنا 10 فوق. لو انت ما انتش عارف اعملها بأي حاسبة وراح دماغك، فانت عندك ده هيطلع معاك 10 سالب 7، ده 10 اس 5، تديك 10 سالب 2، هيطلع معاك زي الرقم ده بالظبط 4 من 100. يبقى ده 4 من 100 وده 4 من 100، مجموعهم هيبقى 8 من 100. 8 من 100 تسلا، اللي هي 8 في 10 سالب 2 تسلا، اللي هي دي. طبعا لو كان التيار في عكس اتجاه، يعني بدل ما هو كان هنا كان نازل كده، لو طالع وده نازل فكان الفيت هيبقى في عكس الاتجاه، وبالتالي كنت هتطرح كانت هتطلع معاك بصفر، ولكن في نفس الاتجاه اللي هو عطولك كده الفيت في نفس الاتجاه، وبالتالي هتجمع، وبالتالي 4 من 100 و4 من 100 8 من 100، اللي هي 8 في 10 اس سالب 2. أتمنى أكون أفدتكم بالحل ده. إن شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نحل فيه أسئلة الدرس بتاع في كتاب المسائل والتغليبات، أو الكتاب بتاع الأسئلة يعني. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.